لا والابن وروح القدس لا واحد. اتكلمنا امبارح عن ملكوت الله، وفي الحقيقة كان يلزم أن أمهد له بالعهد القديم، وقد إيه كان العهد القديم بيحيا في روح النبوات. يعني العهد القديم في الحقيقة هو عبارة عن روح نبوة كان يعيش على أساس النبوات. يعني ما هو العهد القديم؟ تقدر تقول بمنتهى الاختصار تسلسل نبوي من أول سفر التكوين. ابتدت الإشارة النبوية لملكوت الله وللمسيح القادم لما الرب الإله قال للحواء، قال إن من نسلك سيقوم من يسحق رأس الحية. هو يسحق عقبه ونسلك يسحق رأسه، رأس الحية. ده أول وعد نبوي من الله سيتم في العصور القادمة. تم بعد قد ايه؟ 5000 سنة. قد كده يعني بال ربنا طويل. طيب من عادتي الوقت معك وعاوزة تبقى قاعدة فيها تسليم زي ما ابتديت الكلام، يعني بال ربنا طويل. يعني وعد بان من نسل المرأة من سيسحق رأس الحية. لاحظوا ان الحية تمثل الشر، فهنا معركة البر او الصلاح ضد الشر. وبعدين الحية تمثل باسيليكوس رأس الحية اللي هو ملك الحيات، بتشوفوها في البداية في بتتقال في الفاس الكبير وينطقها باسيليكوس اللي هي ملك الحيات الوثان الحية القديمة. دي بتمثل ملك الشر. فالنبوة من سفر التكوين ان هي يقوم من سيسحق الشر، يسحق رأس الحية. هنا بيدل على منتهى سلطان هذا الفادي او هذا الملك المنتقم لسقوط آدم وحواء. يسحق رأسه، هي تسحق عقبه، يعني تعض كعبه. دايما في التشبيهات او التعبيرات الأبوية بتاعت الآباء عن تجسد المسيح بيعتبروا ان يعني جسد المسيح يعني يعبر عنه بعقبه بقدميه بس. يقول لك ايه؟ وهذا المذبح الذي يحل عليه المسيح بقدميه. ده في الاقوال الابائيه القديمه. فكان سحق العقب يعني كان تعبير عن موت الجسد بس. وهنا التعبير العقب يعني ما حصلش موت كامل، ما حصلش يعني افناء لهذا الاتي، ولكن هو سيسحق راسه. طيب الحيه في هذا الراس هنا بيوضح النبوه، بتوضح عمق المعركه القادمه. وبعدين نبوه كامله عن ملكوت الله الاتي، ملكوت النقمه سينتقم للانسان، مش ملكوت البر بس، العدل ومنطقة متنيه. دي ده الثانية وانا مش التانيت اهو، هتقروها كتير احسن بعدين تعدى عليكم تعرفوني. ده انا انتانيت كده مش كده، وانتانيت كده يبقى دوت ايه؟ متنيه. فالعدل منطقة متنيه، يعني المنطقة اللي بتبس هنا على الايه؟ على وسطه. ده المسيح العدل يمثل النقمة ايضا للشر. فالنبوة دي صور بقى من سفر التكوين. ويبتدي بقى الانبياء. يعني مش حاجه جديده لما نقول ملكوت الله في الاثار القديمه، ما هياش يعني شيء مؤلف يعني، لا
لما تدخل انا بدي مفاتيح دلوقتي، يعني الشخص الناصح بياخد باله ويروح يدرس التي ورا ده كلام هائل هائل. فدي اول نبوه، وراها بقى جميع الانبياء ابتدوا يتكلموا عن المسيح بتسلسل مبدع، وكل نبي يزيد صوره المسيح حته. يعني لو تجمع بشيء من النشاط النبوات اللي اتقالت عن المسيح كمسيح او كملك او فادي، وتجمع تجمع تبص تلاقي الصوره بتكبر 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 شيء مهول، لدرجه ان ما عادش شيء للمسيح اطلاقا اسمه ما اتقالش لما انتهى العهد القديم. لذلك المسيح لما قابل تلميذي عمواس وقال لهم يا ايها الغبيان، يعني دي بالظبط يعني ما يقوله الرب لنا الان. لان كل من يتباطأ ذهنه وقلبه في الايمان بالمسيح وفي البحث بالروح وراء الحق الالهي في الاسفار ده غبي وبطيء الايمان في القلب. ايها الغبيان، يعني ما كناش ننتظرها من المسيح ولكن هي حلوه من بقه جدا. ايها الغبيان والبطيء الايمان في القلوب، اما كان ينبغي المسيح ان يتالم ويدخل الى مكه، واخذ يفسر لهم جميع الامور المختصه به في الكتب من اول موسى لغايه اخر الانبياء. اذا المسيح موجود في الكتب، حتى في كتاب اسمه المسيح في جميع الكتب. يعني اذا كنت عاوز يعني لقمه كده جاهزه، اشتري الكتاب ده ولا اطلبه واقراه، بس يعني مش كفايه ابدا. يعني هتلاقي اللي يقول لك المسيح في سفر التكوين، المسيح في سفر الخروج، المسيح في كل سفر يقول، بس طبعا لقمه يعني جاهزه كده تبقى يعني ملهاش طعم، عاوزه جهاد علشان تكملها انت. فالنبوات عن المسيح متلاحقه في العهد القديم كله، ونبوات متكامله. لدرجة ان انا بقول ان العهد الجديد ابدا مش المقابل للعهد القديم. ان العهد القديم كده حاطينه وبعدين رأسه بيضة، وبعدين يبتدي العهد الجديد وانت بتفتحه بيديك احساس خاطئ ان العهد الجديد هو المقابل للعهد القديم. ابدا ابدا، العهد الجديد هو استعلان جميع الاسرار وجميع الوعود التي قيلت بعد ذلك. كل الأسرار المخفية اللي كانت أعلى من مستوى الشعب، وكل الوعود الحلوة الجميلة اللي ما كانش يستاهلها شعب إسرائيل غليظ الرقبة، ابتدى في العهد الجديد يحققها بالحرف بالحق. وبعدين برضك يعني من البداية نقول عشان يبقى من السهل ماشي علينا، ان الكنيسة النهاردة هي الوريثة الشرعية لشعب إسرائيل، شعب الله، شعب الله المحبوب، وشعب الله البكر، وشعب الله الخصوصي، والكنيسة النهاردة هي الوريث الشرعي لشعب إسرائيل. فبقول انا كنت ان شعب إسرائيل والعهد القديم هو مجموعة نبوات، والنبوات محورها ومركزها ملكوت الله الآتي اللي هو يعمل الخلاص، ينتقم من الأشرار ويحقق البر ويكمل الفداء. يعني ملكوت الله هو المحور اللي بيدور حواليه كل العهد القديم. فالنهاردة الكنيسة هي الوريث الشرعي لشعب إسرائيل، وهي استعلان بكيانها كده، يعني استعلان كامل لملكوت الله. وفيها بيتم الفداء والخلاص. فالكنيسة في الحقيقة هي استعلان وتحقيق كل يعني أقدر أقول بقى كل ما كان يتمناه الشعب قديما، والأجيال وخصوصا الناس الأتقياء في العهد القديم. يقول لك إيه؟ وماتوا على الرجاء،
كانوا يقدروا انهم يرجعوا الى المدينة التي جم منها اليهود الكلدانيين، ولكن لانهم كانوا يطلبون المدينة الباقية التي لها الاساسات مرضوش يرجعوا، لكن ماتوا على الرجاء. ايه الرجاء؟ رجاء المسيح الآتي الذي سيصنع الخلاص ويشملهم، لان الصليب طبعا كما تعلمون وينبغي ان تعلموا جيدا ان له اثر رجعي. الصليب له اثر رجعي، يعني يستطيع ان يخلص الذين ماتوا قبل الصليب. وطبعا معروف ان رأس الكنيسة هو مين؟ المسيح، المسيح نفسه. والكنيسة دايما في التعبير اللاهوتي، وياريت يكون في التعبير الواقعي الفعل العملي وهنشوف دلوقتي، ان الكنيسة بتمثل جسد المسيح، نحن اعضاء المسيح جسده، وهو الرأس الذي يدبرها. فالكنيسة هي استعلام ملكوت الله اللي كان محور ومركز رجاء كل آباء وأنبياء وحتى الشعب في العهد القديم. بعدين برضك أتسلسل معكم اللي عشان نكمل الصور اللي اتكلمنا عنها امبارح، لما ابتدى يوحنا يكرز بمعمودية التوبة، ايه اتقلبت اورشليم وكل البلاد اللي حواليه. طب يعني واحد، لما تصور واحد جاي من البرية كده ووقف على النار وقال يا هو انا لازم تتوبوا وانا عمتكم، يعني ايه لازمة ان الشعب يتقلب والدنيا تيجي من اخرها؟ والكتبة والفريسيين والعساكر مش كده؟ جم الكتبة والفريسيين قالوا نعمل ايه؟ قال لهم جم العساكر وقالوا الجند قالوا نعمل ايه؟ قال لهم اكتفوا بعلى ايفكم. على ايفكم برضه في ترجمة شامل، يعني هما يعني كل واحد له علفة بوظائفهم يعني بمهيتكم، انما احيانا الترجمة الشامل دي تغيظ، قال اكتفوا بعلى ايفكم نهاية رجيم بالشامل ده. الدنيا اتقلبت عليه خالص من جميع المستويات. ليه؟ لان اصل الشعب مترقب مجيء الملكوت، يعني تقاطر الشعب والتركيز الهائل على يوحنا المعمدان في بداية خدمته بيوري ايه الحالة اللي كان عليها الشعب، حالة الوعي والفهم السليم لعمل الله ولأقوال الأنبياء. هنا يلزمني ان انا اقول لكم ان شعب اسرائيل كان شعب الهي، يعني لم يفقد ابدا الرؤية ان الله ابوه، والله رئيس جند له، والله مسؤول، يعني ساعة ما يجي عدوه من بره يروح عيطه في الهيكل يقول له انت مسؤول انقذنا، ما بيحصلش في اي شعب من الشعوب كده ابدا يعني. فصحيح يعني ساعات بنشتم في الشعب ده بسبب اللي سمعناه واللي اتقال عنه انه غليظ الرقبه وانه اتعب الرب ومرمر الله، حتى موسى نفسه زعل ربنا يا خير، ولكن ما ننساش لا ده شعب حب. نيصافير انت باسرائيل مش قلتها امبارح؟ قولها بالعربي يا حكماء اسرائيل ايه؟ ها؟ اصنعوا ثوبا هارونيا ليخن بالرب، اي استعلام كهنوت المسيح من جهه الفداء. نيسى ضيف انت باسرائيل، لغايه النهارده ما نقدرش ننسى حكماء اسرائيل. صابئ يعني حكيم، صوفيه مسروقه. حكماء اسرائيل على احلى مستوى، على احلى مستوى من العلم والمعرفه، ايام ما كان العالم كله في جهل. كانت إسرائيل فيها مدارس لاهوتية، وكان فيها تدقيق هائل، وكان فيها نظام، وكان رئيس الكهنة عمله امتحان كل سنة، رئيس الكهنة امتحنوه في الناموس، وإذا سقط يضربوه 39 جلدة ويتركن لغاية ما يعيد الناموس بتاعه زي الناس وامتحنوه، إذا نجح يرجعوا تاني. شوف جبروت هذا الشعب، يعني بس هقول لك المثل ده الخطير، رئيسه اللي بيحكمه اللي بيدبره اللي بينوره قاعدين له جماعة السنهدرين
اللي هم كتبوا الفرسين دول حفظة الناموس، حفظ بمعنى حارس وحافظ يعني بيصم. فهم جايبين رئيس الكهنة يمتحنوا، لازم يكون حافظ كل شيء بتدقيق. شعب على هذا المستوى طبعا يعني لابد يكون على هذا المستوى. يعني المسيح نفسه افتخر بشعب اسرائيل لما السامرية ابتدت تغيظ شوية، لا الخلاص من اليهود، الخلاص من اليهود. يعني اوعوا تفتكروا ان شعب اليهود او شعب اسرائيل القديم، طبعا مش النهارده، لا النهارده احمق، شعب احمق فقد النعمه نهائي قدام النور وبيجري ورا الظلام. كان لسه، كان لسه في بطن المسيح، كان جذع ياسة لسه جواه الفرخ، النسر اللي هيطلع فازاي يبقى وحش؟ مش ممكن. من اجل خاطر الاباء كان يقول زي ما، من اجل خاطر الاباء ربنا يغفر، ده انا بقول لك من اجل خاطر المسيح اللي موجود في صلب، في صلب جسم اسرائيل اللي لسه ما طلعش. فكان شعب وفي وفي جدا بواجباته الروحيه النظرية، دارس وكان ينقلها الشعب. الشعب بقى البسيط كان صورة صادقة سماعة، رادار قوي جدا أقوى من العلماء والحكماء وكله بالنسبة لحركات السماء. دايما تعرفوا كده أكبر فئة حساسة لحركات السماء هو الشعب البسيط. الشعب البسيط يقدر يحس بحركة السماء وبالآتي أكتر من المشتغلين بالعقل وبنون الكل. فالشعب، الشعب على المستوى البسيط جدا جدا، يعني أنا لا يمكن أن يغيب عن ذهني السامرية لما المسيح عمال بيتكلم معه، وبعدين يعني قال لها لا أنتم تعبدون في جرزيم غير جرزيم، وبعدين اليهود يقولوا أورشليم، لا ستأتي ساعة كده كده كده، ورطها دوخ طبعا. فضل هي تاني دي جرزيم عندها هذا المكان المقدس طوطن بتاعها، ويروحوا يسجدوا بئر يعقوب ولعلك اعظم من ابينا يعقوب، جبل جرزيم اللي بيعبدوا فيه، وانتوا بتقولوا يعبدوا في اورشليم، ايه الحكايه دي؟ قال لها لا اورشليم ولا جرزيم، يا نهار ابيض ترمخ. فضل هي دي ما فضلهاش حاجه، ردت عليه رد اخر عظمه، قلت له شوف انا اعرف ان المسيح اتي، وهو لما ياتي سيخبرنا بكل شيء. تصور السامرية الخاطئة صاحبة الخمسة أزواج، يعني عيشة كلها بعيدة عن الله وعن الروح وعن كلها جزدانية كلها ميتة، متعلقة برجاء المسيح الجاي اللي هيقول لها كل حاجة، ودي سامرية ما هيش من صميم إسرائيل، يعني هم شعب إسرائيل يعني، يعني زي ما تقول يهود هرطقة لهم بردك توراة لغاية النهاردة موجودة، والسامرين لغاية النهاردة موجودين تعرفوا، ولهم بردك هياكل ومعابد وكل حاجة، محافظين جدا جدا على حسب التسليم بتاعهم. هذه السامرية، هذه المرأة من عامة الشعب والشعب الخارج عن إسرائيل، ترد الرد ده لما ورطها المسيح ولا لا 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 في أورشليم ولا في جرزيم. قلت له شوف أنا على كل حال أعلم أن مسيح آتٍ، شوف شوف الجزم، وهو لما يأتي سيخبرنا بكل شيء. آدي وعي الشعب اللي خرج ورا يوحنا المعمدان، وآدي وعي الشعب اللي لما يوحنا المعمدان شاور على المسيح وقال هذا هو حمل الله، الكل راح متحول على المسيح. في الحقيقة كان يوحنا صادقا مع نفسه ومع الله ومع الشعب، أعظم مستوى من الصدق. أنت المسيح لهم، لست أنا المسيح ولا أستهل أحمل حزابه، سيأتي بعد هو ده قائم في وسطكم الذي لستم تعرفونه، هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. على طول انتقل الشعب بحرارته وغيرته وكثافته وتركيزه وراء المسيح. حتى يوحنا، يوحنا كان من تلاميذ يوحنا الرسول، من تلاميذ يوحنا المعمدان الأوائل، تركه هو يعقوب على طول وانضم للمسيح. ما زعلش ابدا ابدا يوحنا، كل كارز للملكوت يفرح بمن هو اعظم منه، يفرح بكل موهبه تعطى للاخرين،
إحدى علامات الحساسة، يعني في حاجات يعني الترمومتر تحطه كده يقيس 1/10 من الدرجة، إحدى العلامات الحساسة للإنسان الذي يسعى أو يخضع لملكوت الله، تلتي يفرح جدا ويسعد جدا بكل عطية تعطى للآخرين لحساب هذا الملكوت. وكل إنسان يغير يحسد يحقد من جهة الآخرين أو من جهة موهبة الآخرين لخدمة الملكوت والكرازة الملكوت، ما يطيقش إن واحد ياخد موهبة أكتر منه، أو ما يكونش واحد مشهور أكتر منه، أو ما يكونش واحد أنشط منه في الخدمة وابتدي يغير ويحقد ويدي مقالب ويعمل ويرفص وينقص. دي علامة أكيدة إنه مش بيشتغل حساب الملكوت. بصور لكم يوحنا هنا ككارز أصيل أصيل لملكوت السماوات، قال لهم ينبغي أن ذاك يزداد وأنا أنقص. أنا صديق له، يكفيني أن أنا أفرح أنه هو استعلن كعريس للشعب، أما أنا فدور انتهى. روعة 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 روعة. كان يوحنا من العوامل الأساسية ل قبول المسيح كالمسيح الآتي والمسؤول عن إعلان أو استعلان ملكوت الله. في العهد القديم يعني كانت الأوصاف بتاعت المسيح والأوصاف بتاعت زمان المسيح مستوفاة، أن المسيح لما يجي أوصافه كيت وكيت وكيت، زي ما قلت لكم العدل منطقة متنيه ويحكم بنظرة عينيه ويبيد المنافق بنفخة شفتيه ويحمل المرضعات على كتفه ولا يستكد الحوامل، ده المعنى بتاع الآية بقوله على طول، لا يستكد الحوامل يعني ما جرهاش غصبا عنها، ويحمل المرضعات أو الخراف الصغير على كتفيه، أوصاف للمسيح في منتهى الإبداع. وبعدين زمان الأعرج يجري والأعمى يفتح، كل ده في العهد القديم. فلما يوحنا قابلته عواصف شديدة مرة وابتدوا يضطهدوه واترمى في السجن، وبعدين يعني يبقى المسيح موجود ويحبسوني، ده الكلام ايه ده بس؟ يعني قال في نفسه كده، يعني هم بيحاموا عن يوحنا المعمدان، يقول لا ده بس عشان يعني شجع تلاميذه. لا، هو بعد تلاميذه قال لهم روحوا ليسوع قريبه بالجسد وقولوا له انت اللي جاي مسيح ولا يعني ننتظر حد تاني، لان مش ملحلح يعني سايبني في السجن وهيذبحوني. فقام التلاميذ للمسيح وقالوا له يوحنا بيقول أنت الآتي أم ننتظر آخر؟ قال لهم روحوا قولوا له اللي أنتوا شايفينه، اللي هي علامات العهد القديم المعلنة إن ديا ستتبع المسيح، العم يبصرون والعرج يمشون والشل يسعون والبرص يطهرون وطوبى لمن يعثر فيه، طوبى لمن لا يعثر فيه، يعني طوبى لمن يصدق الملكوت، لان ده على طول يبقى ابن الملكوت. في الحقيقة ده بيورينا ان المسألة ركبة ركبة قوي، مجيء المسيح على اصول، ما هواش طفرة. العهد الجديد مش طفرة، اوعى تاخده كطفرة من بداية تقرأ انجيل متى كانجيل القديس متى كان ده بداية العهد القديم بداية العهد الجديد. لا، والعهد الجديد ما هواش مبادئ جديدة إطلاقا، قيل لكم في القديم أما أنا فأقول لكم، تكميل تكميل تكميل، ما جئت لأنقض بل أكمل. في الحقيقة يعني دي رؤية ينبغي أن تكون أساس لحياتنا ورؤيتنا وأفكارنا بالنسبة للعهد القديم والعهد الجديد. ده قالوا له أنت بتقول يعني أنه هيطلع أورشليم وابن الإنسان يسلم للأمم ويقتل يقتل يقتل، نحن سمعنا أن المسيح يدوم إلى الأبد. يعني مش هيفين نصحين قوي الشعب، قالوا ده احنا سمعنا يعني احنا عارفين ومتأكدين أن المسيح ده سيدوم إلى الأبد.
ده ملكه ملك لا يزول. وللسلام لا نهاية. انت تقول ازاي انه هيموت وكده وكده، يا وحي على اعلى مستوى بالنسبة للشيعة، عارفين من هو المسيح وعارفين ايه هو ملكوت الله لما هيجي. ففي الحقيقة ده كان من العوامل اللي كانت مشجعة جدا للأتقياء، انهم يقبلوا على المسيح جدا ويحبوه ويتبعوه من كل قلبهم، وهو ذا تركنا كل شيء وتبعناك، حب حقيقي وتبعية حقيقية، لان ما هواش جاي من فراغ المسيح، ده جاي بتقاليد ومواثيق عمرها 5000 سنة مسلمة من نبي لنبي ومن جيل الى جيل بدون كلل. لذلك يعني فضلوا بصلوا كده لغايه ما في يوم هم عاوزين بيرقموا له كل خطوه وكل حركه. في يوم مشي وراه وبصوا له ايه، قالوا يا سيد ده الجموع كثيره وجعانين وبتاع. قال لهم انتوا ما عندكوش خبز يعني؟ قالوا هنجيب منين ده، ولا ب 600 دينار نقدر نكفيهم. قال طب ما تدوهم يعني، ما عندكم ياكلوا؟ قال ما عندناش مش غير عيل صغير عنده 5 خبزات شعير، يعني تيجي تكسرهم يتقصفوا، ما تعرفش تقسمهم يعني، معنى كده الشعير اصل ما تعرفش تعمله زي القمح كده، تيجي تكسره كده وتنفرد في ايدك. 5 خبزات شعير وسمكتين هيعملوهم ايه؟ قال طب هاتوهم وباركهم وكسر واعطى التلاميذ التانيين. بس الجموع بس قال شايف شايف، بص بص ده السمك ما بيخلص، شايف 5 خبزات هم هم، شايف ولا قال شايف، شايف اولية شايف اولية، بصوا شوفوا مفيش قدامه حاجه، الخبز السمك. قالوا بس اسمع بقى، هي الساعه. ليه؟ طلع بقى منهم بقى انبياء في وسط الشعب. قالوا ده العلامه بتاعت المسيح لما يجي الملك الآتي، انه هيعمل زي المن، هيعمل زي المن بالظبط، هيدي خبز ويأكل العالم زي المن بتاع موسى. هي علامه ايه؟ المسيح الملك. قال بس اسكت بقى، طب اسكت. وقوم راح من حواليه كده وكده وكده وعملوا كماشه، راحوا جايين يمسكوه علشان يهتفوا فليعيش الملك. بعد لما هو توانى عن انه يعلن نفسه ملك اسرائيل ويعلن ملكوت الآتي، قال نعملها احنا ايه؟ ان كان هو مش ما عندوش الشجاعه الكافيه، عندنا احنا الشجاعه الكافيه. بس لقوه زاع من وسطيهم ما شافوهوش، وكان بيستخدم قدرته الفائقه دي في 2 3 يعني، حبوا يموتوه قبل الميعاد فزعوا منهم، حبوا يعملوه ملك بالقوة زعوا منهم. ده في الحقيقة بيوري ان الشعب ناصح، ناصح جدا، وقاعد يرصد حركات المسيح. يعني لما جم التلاميذ يوحنا عمال يبص وما تأكدش او بعت التلاميذ، كل ده بيوري ان المسيح كان واقع تحت اختبار شديد جدا، وكان الكل باصص له. طبعا اللي عثر فيه بس هم الكتبة والفرسيين ورؤساء الكهنة لأسباب ذاتية، يعني حقد، وقالوا ده يعني مش باين عليه انه ناوي يحارب بالسيف ولا يخلصنا حسب ما احنا عارفين، ده عامل لي متواضع وفقير هندي ولا راضي يعمل ولا يسوي، نقول له هتعمل ايه ويقول ما عملش، لا ده مش هو. ورفضوا يؤمنوا به، بل رفضوا مسبقا ان يؤمنوا بمعمودية يوحنا. بقى انا القسيس احط راسي واوطي تحت نوع المني ده لما. فهم بقى الكتبة والفريسيين دول حفظة الناموس، دول معتبرين انهم اكليريكيين مختونين بالظبط، يعني هيوطوا دي راسهم تحت ايدين يوحنا المعمدان اللي لا درس ناموس ولا شريعة ولا هو كاهن. رفضوا من جهة مشورة أنفسهم، رفضوا من أولها كده، واللي رفض يوحنا بالتالي من بالضرورة هيرفض المسيح، فرفضوه تحت عوامل خيبة، وكانت مهزوزة عندهم جدا لأن بعضهم آمن، كانت مهزوزة.
ولكن عامة الشعب آمن وتبعوا. لعل المسيح لما يأتي يسمع آيات أعظم مما يسمعها يسوع، طب ما يبقى هو المسيح. يعني منطق شعبي بسيط جدا، تقول مش هو المسيح، مش هو المسيح. طب هو لما المسيح لما يجي يعمل معجزات أكتر من اللي عملها ده؟ منطق لطيف جدا، زي اللعنة ابن طين قالوا أعطي مجد لله، قالوا المجد لله، قال نحن نعلم ان هذا الانسان خاطي، ازاي شفاك؟ قال لهم شوفوا بقى، خاطي مش خاطي ماليش دعوه، ولكن انا ما اعرفش ابدا ولو اؤمن ابدا ان انسان خاطي فتح اعمى. ده منطق الاعمى، عشان كده المسيح انا جيت عشان اخلي العم يبصرون والمبصرون يفضلوا عم. فالشعب هو هتستهين بيه لما بيبقى شعب تقي بيستطيع ان يمتص الروح بسهوله ولا يمكن ان يضلله انسان. بعدين برضك يعني لا يفوتنا ان في الانبياء وسفر المزامير بالذات، سفر المزامير قوي القوي فيها انه بكتير قوي قوي قال ان المسيح الاتي ده هيبقى ملك الشعوب. رب قد ملك تتهلل كل الارض، تتهلل كل الارض يعني هتدخل تحت ملكه بالتهليل والفرح، والانبياء كلها. فكانت ال 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 المزامير، مش المزامير كمان، والنبوات، ده النبوات تفتح سفر اشعياء تنزعج تقول الله هو خلى حاجه، ده الشعب ده هينال دينونه مريعه. قال انه هيفد الشعوب وان الشعب كلها تدخل تحت رايته، والمجديين هيضمهم على صدر صدره، وهيدعوهم هيبقى لهم اب، وهم يدعوا له بنين. كلام عجيب جدا جدا عن المسيح وعن الملك الاتي وعن علاقه هذا الملك الاتي بالشعوب. يعني ما خلاش حاجه ابدا، ده كله لازم يتحفظ يا ابهات حفظ. يعني انا في الحقيقه يعني جرجرته كده بالعافيه النهارده صبحي، يعني الحتتين دول من غير ما ارجع للايات، فلازم ترجعوا للايات. وبعدين كان شعب اسرائيل كان كل ما يفسد اخلاقه، وكان يعني شعب اسرائيل فاسد فاسد، يعني كان بيدخلوا عنصر اممي ويعبدوا بقى عشتاوت وإلهة السماء ومش عارف ايه، يطلعوا يعملوا كعكل ايه ويعملوا ايه وشغلانه. 40 سنة عبدتوني يا إسرائيل في البرية ما كنتم تعبدون ملكوم وإلى آخره وعشتاروت ملكة السماء. دخول الأمم في وسطهم أفسد أخلاقهم جدا، فكان كل ما يستشري مرض الشعب يقوم نبي يصرخ ويعيط ويبكي بالنبوات، يقول بنت شعبي أورشليم مضروبة، من أخمص الرأس من هامة الرأس إلى أخمص القدمين، جرح ضربة جرح وضربة جرح لم يلين بالزيت، ضربة إحباط وضرب، لا جرح وإحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تلين بالزيت. قصده من هامة الرأس اللي هو رئيس الكهنة لأخمس القدمين اللي هو الشعب البسيط مضروب. مين هيشفي؟ يقول لك ويأتي الشافي وتشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. روح بقى يتكلم عن الملك اللي هيجي ده هيشفي ضربة الشعب يجبر انهيار الأخلاق. وبعدين يسمع عن الأمم إن فيها إفساد وفيها قباحات، يقول لك لا ما تخافش، يطلع شعب وهيجي الفادي ويسحر في صهيون ويرد الفجور عن شعب اسرائيل، والامم هيضربها بعصا من حديد ويربيها ويهذبها. تم بالفعل رؤيات صادقه غايه الصدق. بس عاوزه واحد ناصح زي حضرتك قداستك تقعد تشوف ايه اللي حصل دلوقتي وزمان والنبوه، وتقعد تكتب وتتامل تلاقي عجب العجاب ان المسيح
مسؤول عن أخلاق الأمم والشعوب كما مسؤول عن إسرائيل، مدا لإسرائيل ونور للأمم. فكان وصف مبدع للمسيح كشافي، والمسيح لما جه وشاف الأمراض ما كانش قصده يشفي الأمراض. طب ويشفي واحد أعمى؟ طب ما العمي في الأرض قابل ملايين. ويشفي الأعرق؟ طب وإيه ده منتهى الظلم يا رب يسوع، اشمعنى شفيت الأعرق ده؟ طب ما إسرائيل فيها 3500 أعرق، اشمعنى الأعرق ده يعني اللي شفيته؟ ما يبقى محاباة. لا لا يا ابني اسمع وشوف، ده أنا شفيت العمي وشفيت العرب وشفيت علشان أنبه ذهن الشعب وذهن العالم وذهن القديسين وذهن المعلمين إن أنا المسيح الفادي والشافي، جيت عشان أشفي ضربة الشعوب، ضربة البعد عن الله والوحود، مش شفاء الجسد. فهو في الحقيقة يعني كان بيمارس أعمال كلها بتنصب في إثبات. كلمت امبارح إن كان يضرب أمثال عن الملكوت، يقول إيش بالملكوت سموات حبة حمض، وبعدين قالوا له يوجد يونانيين عاوزين بيطلبوك في الخارج عشان يكلموا، قال لهم إن لم تقع حبة حنطة تموت أولا. قال طب أنت قلت حبة الحنطة على مثل ملكوت السماوات، أنت جيت دلوقتي على نفسك وتقول حبة الحنطة؟ شوف هي حبة الحنطة، ألا على الملكوت يشبه ملكوت السماوات حبة حنطة اترمت في الأرض وجي واحد عدو زرع زوال، وبعدين قال أنا حبة الحنطة إن لم أقع وأموت أولا. فشوف هو المثل هو ده. فجه المسيح بيعمل الأعمال كلها علشان يوري مين هو. حد يجيب آية بقى؟ مبسوطين خالص في كلامي، محدش قادر يعني يبلور معايا الكلام. والأعمال التي أعملها يا تشفت. أيوة إن لم يؤمنوا بالأقوال يؤمنوا بالأعمال، الأعمال التي تعملها تشفت ليا. إن ما كانوش عايزين يؤمنوا بكلامي يؤمنوا بالأعمال. هو هي قصد المسيح من الأعمال كلها أن يؤمنوا بي. يوم يجي ناس عمي في زمانه وفي زماننا الحاضر ويقولوا إن كان بيعمل معجزة، بس مش هو ابن الله، مش هو إله. طب ده هو بيعمل الأعمال عشان يثبت إن هو ابن الله ويثبت إن هو إله. يقوم الميت ويمشي على المية ويعطي عين لواحد أعمى ما كانش في عينه محجر خالص، يعني ما فيش الأي بول دي كلها مش موجودة، الدهال وخلاها، وبعدين أمراض يستحيل تشفى شفاها، وكل ده عشان يوري إنه خالق، إنه الكلمة الخالق. فتؤمن بالأعمال ده بقى منتهى الجنان، منتهى الأمور التي يعني لا يقبلها المنطق. طب تؤمن بالأعمال إنه أول ميتين وإنه وما يبقاش هو ابن الله؟ ده كلام؟ ده منطق؟ فيعني أرجع تاني وأقول إن الأعمال اللي كان بيعملها المسيح كان كلها لكي يثبت بيها، لكي يوقظ وعي الشعب ووعي المعلمين، وأوقظ ما فيش شك. يعني نفس الشعب أنا لسه كنت قايلها دلوقتي، قالوا لعل المسيح لما يأتي يعمل أعمال أكثر من اللي بيعملها يسوع ده. تقول ابن يوسف ابن مش عارف إيه إخواته عندنا مالناش دعوة، ولكن هل المسيح لما يجي يعمل أعمال أكثر من اللي بيعملها المسيح؟ ده شعب ناصح، ده شعب حقق أمل المسيح ورجع فيه، لأن قال إن لم يؤمنوا بالأقوال فلا يؤمنوا بالأعمال. لذلك عاوز أقول يعني إن مجيء المسيح وظهوره هو في الحقيقة إعلان أو استعلان أغلى أمنية، أغلى أمنية وأعمق وأعظم رجاء كان عند الأجيال 5000 سنة. عاوز أقول توبة، توبة لكل نفس عاشت وآمنت بالمسيح، بالمسيح الآتي ملك الدهور الذي افتتح عصر
عصر البر وأزمنة الخلاص، وأكمل الفداء اللي كان أمنية شبه ضائعة. يعني شعب إسرائيل كان مسكين يدخل في مظالم ومحن واضطهادات وسبي، والأمام أمام طبيب، أليس بلا سام في جلحات بقى، ما فيش حد يشفي. يا رب لماذا تركتنا؟ المزمور يقول ايه؟ لماذا تغضب عليها الى الابد ويدوم غضبك؟ لما لا يدوم غضبك الى الابد؟ ارحم، تركتنا نهبا للشعوب، بعتنا مجانا بلا فضة، صرنا عار عند الامم، صرنا كتيم الاسواق. سيبنا ليه؟ كان كل الالام دي والاحزان دي زي محرات، زي محرات بسن طويل عمال بيحرق في صدر الارض او في بطن الارض عشان يقلبها عشان تتحط البذر تطلع سليمه. كل الالام المره اللي عبرها شعب اسرائيل صهرته وخلته يترقب الشافي والفاني. فاحبائي انتوا دخلتوا مجانا، خدتوا الشفاء مجانا، خدتوا الفداء مجانا، غيركم فضل يتألم أجيال عشان يهيئ لمجيء المسيح، عشان يهيئ العالم أو يهيئ الإنسان لمجيء المسيح. تتصور بقى أجيال تعاني السبي، تعاني غضب الله، تعاني ضربات وراء ضربات وألام بلا حصر واضطهادات علشان يهيئ الجو لمجيء المسيح. ويجي المسيح وانت بقى يبقى المسيح بين ايديك، وبعدين ما تحسش بالثمن الغالي اللي دفع ثمنا لمجيء يسوع وميلاد هذا الطفل في المزود. يا سلام، شيله كده بين ايديك بقى وبص وابكي كده وتقول له يا رجاء كل الأمم، يا رجاء الشعوب، يا شافي ضربة الإنسان التي كان لا يمكن أن تشفى، من الذي كان سيسحق رأس الحية سواك أيها الطفل يسوع؟ من الذي كان سيغلب لنا وباسمنا الهاوية والموت؟ مين اللي كان ينتزع حقنا من بين إيدين الشيطان؟ انت يا يسوع الطفل، انت يا حبيبي، انت ولدت لنا، ولد لنا ولدا وعطينا ابنا. يا سلام، انا تأملت فيها في هذا سابقة، محلها كانت على الحتابي، اعطينا ابن، اعطينا ابن زي ما نكون انا وانت كده يعني، بس بقى بالروح يعني عاقرين كلنا كده ومناش ابن، وبننخض ليل نهار على الفاضي، وبعدين في الاخر اعطينا ابن روحانيا، اعطينا ابن، والابن ده فادي، ابن ده بقى الرياس على كتفيه، ولا اسمه عجيب عجيب، ولا اسمه عجيبا، الها مشيرا، قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام، لملكه لرياسه ملك ولا رياسته لا نهاية. تتصور بقى أن نعطى ابن هو طبيبنا، هو الشافي لكل أوجاعنا وجروحنا، نعطى في أواخر الأيام هذا الذي تمخضت به الأنبياء والأجيال كلها، ويولد في حضن احنا، يسقط في حضن احنا، يبدأ 5000 سنة الشعب يتحرك شوق لرؤياه ولا يراه، ويموت على الرجاء، وبعدين نجحنا ومجانا ناخذ حضنه. أطلب أن تتأيدوا بالقوة بالروح في الإنسان الباطن لكي يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، أي يصير قلبكم بيت لحم جديد، مغارة يولد فيها المسيح، يحل بالإيمان بالروح، فيكون هو الطبيب الشافي. وجعك إيه؟ إيه وجعك؟ طب ما تقول لي يسوع ده شافي يشفيك. وجع جسداني يعني بسيط
بسيط خالص ما تقولوش عيب اسكت هو ايش فيك، انما اذا كان وضع روحاني ده بقى هو قدير فيه. يبقى الطبيب في بيتنا واطلع اجري ادور على طبيب بالاجره، يبقى المعلم قاعد معايا في الاوضه وافضل اعافر ادور لي على واحد يقول لي كلمه. يا سلام يا للخساره، هياتي المسيح، هياتي المسيح بكل مزخراته وبكل امكانياته ونشرب منها؟ لا 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 ابدا ابدا ابدا، ولا يرضى انسان. ده المسيح ولد ولكي يعطي نفسه بكل امكانياته لكل من يقبله. وبعدين مره اخرى اطلب لكي تتأيد بالقوة بالروح في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ده المسيح ولد عشان يحل بالإيمان في قلوبنا. لا تخافوا ألم أترككم يتام، أنا معكم إلى انقضاء الضك، لا أترككم، هم في وأنا فيهم. فيبقى المسيح بكل مزخرات وإمكانيات وصفات المسيحية كطبيب وشافي وكمعزي ومعلم. وبعدين لما يتكلم عن الروح يقول لك ايه؟ روح الفهم والمشورة والحكمة، كل دي كلها ليك. وبعدين يصرخ الرسول للنداء وخد، قال من يعوز منكم حكمة فليطلب من عند أبي الأنوار الذي يعطي بسخاء ولا يعير. ده مش واحد بيهزر، يعقوب مش بيهزر، ده بيتكلم عن خبرة. إن كان واحد تعوزه الحكمة فليطلب حكمة الروح، حكمة الروح، حكمة المشورة والفهم، حكمة التصرف والتدبير، فليطلب من عند أبي الأنوار ليعطى ويعطى بسخاء، لأن الرب يعطي ولا يعير. كل دي وعود لاصقة وملتصقة بالمسيح لا يمكن أن تفارقه. فالمسيح بصفاته ليك. قديس أثناسيوس الرسول يقول لك اسمع وتأكد تمام أن المسيح إذا حل في قلبك يبقى الأب معاك والروح القدس معاك، أنت تحيا في الثالوث والثالوث سيحييك. وإحنا تعمدنا وتولدنا إلا في الثالوث وبالثالوث وفي اسم الثالوث. فما اقدرش افصل المسيح ابدا، المسيح لا يفصل عن اياته ومعجزاته وحبه ولطفه وبذله. المسيح المسيح اللطيف بكل اوصاف الجميله ليك معاك. فان كنا النهارده بنعيد الميلاد فاحنا بنعيد عيد العطايا، سموها ايه؟ سموها بابا نويل. بابا نويل قلبوها جماعة الغربيين، ما ممكن يمسخروا كل حاجة. بابا نويل وعملين بقى ايه؟ يدوروا على بابا نويل ده اصله ايه؟ يقول لك ده اصله ادي الزهر في بابا نويل عم نويل، اختصار عم نويل. وتايه عنهم، وانا قريت بحث قد كده عند الاجانب عن عم نويل. بابا نويل ده اصله ايه؟ اصله ادي الزهر في القرن الرابع، وعمل وسوي يقول لا ده اصله قديس، ده اصله. والكلمة باينة زي الشمس بس أصلها باينة لينا إحنا اللي نسمينا عم نويل. بابا نويل يا بابا عم نويل، بابا المسيح. فكان يلبسوه كده حاجة في الشتاء يعني فرو كده وبتاع، ويبقى معاه بقى في جيوب عطايا كده وبتاع تمثال كده، الغرب بيمثلوا المسيح بيعملوا تمثال، ويسمح الولد يفتش التمثال يديه بقى شوكولاته ويديه يفرح بابا نويل. وانتظر بقى كل سنه بابا نويل، بابا نويل ده بتاعنا احنا الكبار، ده بابا نويل اللي بتاعنا احنا وفي جيوبه عطايا. سبى سبيا واعطى الناس عطايا ولا كرامات؟ اعطى الناس عطايا، سبى سبيا واعطى الناس عطايا. بابا نويل بتاعنا ده بعطاياه،
ده معانا من أول السنة لآخرها. فعمانوئيل الرب معنا. اليوم يوم ميلاد المسيح وميلاد أزمنة الخلاص وانفتاح عهد ملكوت الله الذي لن يغلق أبدا أبدا. خلاص أمان يا ضعاف، أمان انتهى، لا تخافوا أبدا. العالم يزول والملكوت لن يغلق أبوابه. العالم يموج بحركات حرب وأخبار حرب وانزعاجات ما لها حصر، أما أولاد الملكوت فإيه؟ فيتنشؤون كعقول الصيرة. أصل زمان كان يربوا العقول في العراء، فكانت تبقى مأفئفة كده وتعبانة وهزيلة، ولكن اللي تتربى في الصيرة يعني تتربى في الحظيرة كويس تطلع كده فتحة صدرها تتنشأ الهوا كده. فاحنا متربيين في حظيرة المسيح، نتنشئ الروح القدس كمحفوظين وفي رعاية فادي ومخلص. العالم يهتز حوالينا ومن تحت رجلينا، والأرض تموج وتميد من تحت أقدامنا، ونحن لا نهتز. بني الملكوت فدينا ورعينا المسيح معنا في يوم الضيق ينقذنا، ولا يكف لسانا عن تسبيح وتمجيده. تسبحة الملائكة هي تسبحتنا، تسبحة بني الملكوت لا يكفوا. وانا حاولتها لكم للصلاة الربانية، ما عرفش لقطوها ولا لا. بجد يا ابهات صرخت اليه زي ما بقول ايوب، من عمق الهاوي، من عمق الغمر. فاستجاب لي ونجاني. انا وقعت في ضيقات الله وحده يعلمها، كان الموت محقق، ولولا قليل لابتلعونا ونحن احياء. اجازت نفوسنا السيل الذي لا نهايه له. جزناه باسم الرب. فالرب وجد في الضيقات وجد شديدا. قول اول المزمور: الهنا ملجانا. اسماء مغلوطه في الترجمه العاديه بتاعكم، انما الصح بتاع الهنا ملجانا وجد في الضيقات شديدا. كده لما تقع في الضيقه كده ارمي نفسك عليه كده، زي ما واحد بيرمي نفسه على البحر كده وممكن يغرق ويموت لو رمى نفسه. ارمي نفسك كده شوف هيجرى لك ايه. لما كنت تعبان كده ومتضايق ارمي نفسك عليه كده، سلم، تحمل على ذراعي القدير، ولسانك على طول ينطق بالتسبيح، وعينيك ما تبطلش بكاء. فالمسيح لينا شيء كبير وشيء كتير اكتر من حاجتنا بقى. لذلك اللي انه الوحوح ده عاوز ينضرب صحيح، يعني لان انا شفت مفيش مرة قربت منه الا وما اخدت شيء اكتر من حاجتي واكتر من امكانياتي واكتر من عوزي. فبتكلم عن يقين، انا ضعيف جدا بامكانياتي الشخصية في منتهى التفاهة والضعف، ولكن بالرب اشعر ان انا قوي جدا جدا. ونحن في حمى المسيح وفي رعايته، وبين منكبيه، يحملك بين المنكبين دول، يحملك بين منكبيه، لان النسر هو اللي يشيل، بس يشيل، يرمي ابنه، يشيل ابنه على ضربه ويطلع عالي ويروح رميه، يصوت التاني وينزل يرفرف ومش عارف يرفرف مظبوط، ويجي الدب يقع مع غلطان ويروح دوكا نازل تحتي وشايله بجنحته من هنا ومن هنا زي الدراعين كده، يشيله بيه من كبير. فرب بيلقيك في العالم المضطرب، ولكن وراك وراك وراك. ده حمل اسرائيل على أجنحة النسور هنا من كبير. حمل اسرائيل كام ناس الآن في التعداد يا رب؟ مش فاكر، 3 مليون ولا كام، مش فاكر، بنسى الأرقام. دخلوا 600 ولا كام، 600 نفس، 40 70 نفس، وطلعوا 3 مليون. شالهم على أجنحة النسور أكل وشرب، شالهم في البرية أكل وشرب وعناية ورعاية.
وكان ممكن يشيل قد شعب اسرائيل يشيل العالم كله. ف حافظ اسرائيل الذي لا يغفل وينام، واللي هو كلام بنقول مزامير بنرددها وبس. فاتمنى ان تعيشوا في حقيقه المسيح المولود الفادي الذي جاء وافتتح ازمنه الخلاص وملكوت القوه. منكم قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت السماوات آتي بقوه. كلام عن يوم الخمسين، رؤوه بقوه عظيمه يوم الخمسين، قوه جارفه بالشهاده للمسيح. فعلا كان يوم انفتاح البشريه على الملكوت لكي تكرس بقى. منكم قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت السماوات آتي بقوه. رؤوه بقوه عظيمه يوم الخمسين، قوة جارفة بالشهادة للمسيح. فعلا كان يوم انفتاح البشرية على الملكوت لكي تكرس بقى. لأن التلاميذ لما كانوا مش قادرين يلقطوا مفهوم الملكوت صحيح، قالوا له ألعل في هذا الزمان ترد الملك لإسرائيل؟ لا تبرحوا من أورشليم بقى. إذا كانوا هيكرزوا بملكوت إسرائيل، لا ما يبرحوش أورشليم. ألا تبرحوا من أورشليم حتى تنالوا القوة من العلاء. وبعدين بعد ما تنالوا القوة من العلاء بقى هتعرفوا تبشروا من السامرة أورشليم والسامرة إلى أقصى الأرض. حتى السامرة في الأول، عشان مش كده السامرة في الأول اليهودية والسامرة وإيه؟ أورشليم وإلى أقصى الأرض. السامرة دي أصلا ما يتخطوهاش، ده الحتة المرة بتاعتهم اللي كانوا يكرهوها ويحقدوا عليها، يعني ممكن تتبشروا في السامرة وإلى أقصى الأرض بعد الملكوت. مش إسرائيل أبدا. اضطر الروح يهلوا لسانهم ويخليهم يتكلموا بلغات الأمم عشان يعرفوا إن هم مش مرسلين لشعب إسرائيل. في الحقيقة لابد أن يكون ذهننا مفتوح على مفهوم سليم لملكوت الله، الملكوت الذي لا يفرق ما بين إنسان وإنسان. كل سنة وانتم طيبين.